مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن التظاهرات الشعبية التي تتصاعد في مناطق سيطرة النظام السوري والمطالبة بإسقاطه، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. حياكم الله أستاذ باسل. بداية، لماذا تتجدد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مناطق سيطرة النظام في سوريا؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام. الحقيقة الاحتجاجات أو الحراك في مناطق سيطرة النظام لم يتوقف يوم الأيام، لكنه شهد تصاعدا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب التدهور الشديد الذي وصلت له أو الذي تمر به هذه المناطق، مناطق سيطرة النظام. هذا التدهور هو تدهور اقتصادي، تدهور في الأحوال المعيشية، وأيضا يرافقه بطبيعة الحال فقدان لكثير من الخدمات وتعطل كثير من المرافق الحيوية. طيب، يعني أستاذ باسل، إذا كان النظام غير قادر على تلبية احتياجات الشعب في المناطق التي يسيطر عليها، أين حلفائه من الروس، من الإيرانيين الذين مكنوه عسكريا؟ نعم، هو في الحقيقة هذا السؤال هو يعني السؤال الأكبر الذي يسود اليوم في أوساط الشارع السوري، خصوصا في المناطق التي يسودها النظام. للإجابة على هذا السؤال هناك شقين. الشق الأول أن النظام خلال الفترة الماضية أظهر استغلالا كبيرا للدعم الذي يتلقاه من حلفائه، بمعنى أن الدعم الذي يتلقاه من الحلفاء يوجهه غالبه لملء جيوبه وجيوب عائلته، ويمرره في قنوات الفساد الخاصة به وفي تجارته الخارجية والداخلية. وبالتالي يعني حلفائه لا يشعرون أن الدعم الذي سيقدم من النظام في الحقيقة أساسا يقدم لتلبية مطالب الشعب. هو أصلا هل يقدم في سبيل تلبية مطالب الشعب؟ نعم، يعني الروس بالذات يهمهم أن مناطق سيطرة النظام لا تتطور فيها الاحتجاجات إلى نوع من المواجهة الداخلية بين النظام وبين الأهالي بشكل كبير، لأنه هذا ينعكس أولا على الاتفاقات التسوية التي عقدتها روسيا، وهذا لاحظناه في الجنوب كيف أن اتفاق التسوية الذي عقدته روسيا بسبب ممارسات النظام تحول إلى نقمة على الروس وعلى النظام، بسبب وهناك مواجهات وتحركات وحراك يومي بين الأهالي في الجنوب وبين النظام وبين قوات روسية وغير روسية من الميليشيات المتواجدة هناك في تلك المنطقة. طيب، يعني الآن مطالب المتظاهرين أستاذ باسل يعني تعدت ضروريات الحياة اليومية لتتوجه إلى المطالبة بإسقاط النظام. هل تعتقد أن هناك ظرفا إقليميا ودوليا سمحا بإعادة الحياة للثورة بعد هذه السنوات التي بدت فيها المعارضة قابلة بالحل الأممي ودستور ديمستورا وبيدرسون؟ نعم، هو هذا الشق الآخر الذي كنت أريد أن أتكلم به، أنه يبدو أن هناك الآن توجه سياسي عام أو نوع من الاتفاق بين الأطراف المختلفة المعنية أو المتدخلة أو صاحبة النفوذ في الشأن السوري، سواء منها روسيا، تركيا، حتى ربما إيران، وأيضا ربما أطراف دولية أخرى مثل الولايات المتحدة. هناك نوع من التوجه إلى إخضاع كل الأطراف، النظام والمعارضة وقسد والجميع، إلى حل سياسي أو إلى ترتيب سياسي من نوع ما، وهناك ضغط على مختلف الأطراف للجلوس إلى طاولة محادثات مباشرة. الآن الطرف الأكثر تعنتا في هذا الأمر هو النظام. النظام يعني كان ولا زال رافضا لأي محادثات أو أي حل وسط أو حتى قريب من الوسط. والمعارضة بطبيعة الحال كانت رافضة أيضا وما زالت رافضة، لكنها تبدو أكثر مرونة من النظام على الأقل للتعامل مع القرارات الدولية، خصوصا قرار 254. لذلك الضغوطات التي يواجهها النظام اليوم الاقتصادية، هناك كثير من يعتقد أن حتى حلفاء النظام تعمدوا عدم يعني مساعدته في هذه المرحلة حتى يجبرونه على الجلوس على طاولة المحادثات. طيب، يعني نأتي إلى نقطة هي ملف المغيبين والمعتقلين لدى النظام ضمن البنود الخمسة التي على أساسها انخرطت المعارضة في الحل الأممي. أين دور المعارضة في هذا الملف من أجل أن تخرج التظاهرات المطالبة بها؟ هو يعني هذا الملف للأسف، خصوصا ملف المغيبين، ملف السجناء، ملف المعتقلين، هو ملف قانوني النظام يعني يحيطه بالكثير من الأسوار. لا يوجد أي طريقة للوصول لهؤلاء المعتقلين للاطلاع على أحوالهم، لمعرفة ظروفهم. يعني مثلا قبل أيام اكتشف الناس
من خلال تقرير صدر عن جهة أممية أن هناك 546 تقريبا شخص من أشخاص المسجلين على أنهم معتقلون أو مختفون قسريا لدى النظام اكتشفوا أنهم قد أعدموا ودفنوا، وأن النظام لم يبلغ ذويهم بوفاة هؤلاء الأشخاص ولا في ظروف وفاتهم، ولا يعرف إلى الآن أين تم دفنهم. لكن استطاعت هذه المنظمة أن تسرب وثائق تثبت أنهم توفوا، وثائق وفاتهم التي لم يبلغ بها ذويهم. هذا مثال على حجم التعتيم على هذا الملف من طرف النظام. حتى المؤسسات الأممية في زياراتها للنظام، مثلا قبل أيام كانت رئيسة يونيسيف في سوريا في مستورة زار النظام عدة مرات، مسؤولون أمميون آخرون ذهبوا إلى سوريا لم يتمكنوا رغم مطالبتهم المستمرة من زيارة السجون أو الاطلاع على أوضاع هؤلاء السجناء أو على الأقل الحصول على إحصائيات بأعدادهم أو أسمائهم أو مناطق. طيب يعني أستاذ باسل، هنا أريد أن أفهم نقطة من حضرتك. النظام يتعنت فيما يتعلق بالجلوس على طاولة مفاوضات وحوار مع المعارضة والقبول بالشروط التي تطرح أو البنود التي توضع. هناك تعنت أيضا فيما يتعلق ب قضية المغيبين وهذا الملف، كما تفضلت هناك أسوار تعيق الوصول إليهم أو معرفة مصيرهم. يعاني من أزمة اقتصادية، بدأ الشعب الآن أو المناطق التي يسيطر عليها بالخروج ضده والمطالبة بإسقاط النظام. هل تعتقد بأن في ظل هذا التعنت وهذا الدعم أيضا الروسي الإيراني للنظام سيبقى الوضع على ما هو عليه ربما لمدة قادمة؟ لا، هو لا يتوقع أن يطول. الآن النظام موضوع على أمام خيار أن يعني يبدأ بعملية انفتاح مثلا على المبادرة التركية، ويتوقع أنه لو استجاب إلى المبادرة التركية، بمعنى أنه لو استجاب للقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء ثم على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الاستخباراتية وغيرها كما طالبت تركيا، هذا الانفتاح أو هذه الاستجابة للمبادرة التركية سيقابلها نوع من التخفيف في الحصار أو الإجراءات الاقتصادية على النظام. ويتوقع أو يعني ما معروض على النظام أنه كلما اقتقام بخطوة إيجابية باتجاه الحل المطلوب منه سيكون هناك خطوة إيجابية باتجاه التخفيف عنه. لا نستطيع أن نخمن بشكل دقيق إلى أي حد يمكن النظام يبقى متعنتا قبل أن يبدأ بالاستجابة لهذه المبادرة أو غيرها، لكن لا يبدو من الأرقام القادمة اليوم من سوريا من مناطق النظام وما يحصل في داخل سوريا، لا يبدو أن النظام قادر على الصمود لفترة طويلة. وصلت الفكرة أستاذ باسل حفار، رئيس مركز إدراك للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.